بظل الطرقات والمساحات المهروسة للجامعة بشكل مجاني، ورغم ذلك يلتجئون إلى القضاء ويستصدرون أحكاما ضد الجامعة. فهذا ما بدا بعد 11 شكل. كاين عدد ديال الناس بالمناسبة هذه القضية عند المدة 13 أربع قضية معاقبة حسب قراءتي التجربة ديال هاد 3 سنين. الناس اللي واقع عليهم فعلا هذه الدعوات دي، العدد ديال الناس اللي كيرفع الدعاوى راه عدد قليل. راه كاينين ناس محترفين في رفع الدعاوى الاعتداء المادي ضد الجماعة، ناس محترفين باستغلال القضاء للحصول على المال العام، ناس حريفين منهم هاد الناس اللي كنتكلموا عليهم. بالنسبة لهاد 11 تقريبا اللي كنتكلموا عليهم اليوم على بيرهم وجهنا السيد محمد اللي وضع الشكاية للنيابة العامة، الدعاوي التي كانت مرفوعة ضد الجماعة والتي قضت المحكمة ابتدائيا برفض الطلب فيها، المبالغ المطلوبة فيها 32 مليار. بالنسبة لمجموع الأحكام التي صدرت فيها أحكام ابتدائية بفائدة الجماعة، المبالغ المطلوبة كانت تفوق 70 مليار. هذا غير معطيات بغيت نتقاسم معكم، لأن بغينا نفندوا واحد الإشاعة مرماها أنه الجماعة دائما تخسر الدعاوي، والجماعة ما مقابلاش غاها، والجماعة ما كاتبش غاها. هذا الشيء راه ما كاينش فعلا، كاين الإكراهات أنا غادي نصوب عليكم، ولكن راه العدد اليوم اللي قضت المحكمة فيها برفض الطلب في مختلف القضايا راه تصل تقريبا إلى 1000. ما كانت الجماعة أن هذا واحد الدعاوي ما كانش لو كان ما هذا الموضوع ديال الشكايات لدى النيابه العامه، حتى ملي بداو كيسمعوا الناس راه بدا يكتبوا كلام، لان عندنا الان ما بين 4 و 5 كونكور ديال التنازلات ديال الناس اللي عندهم قضايا رافعينها ضد الجماعه والحقوق وكيجيو يتنازلوا، لان عارف راسهم هذا الشيء ما بقاش كيف كان، ماشي لا نحكي العوام تاع الموضوع. لأنه بالمناسبة قبل ما نوصل لمرحلة ديال التشطير أو المرحلة ديال الأداء، وإن كانت صدرت الأحكام بشكل نهائي نعيد مراجعة الملف. كنعاود نرجعوا للمصلحة ديال التعمير، كنعاود نرجعوا للوكالة الحضرية، كنعاود نقلبوا واش كان شي تحادث قبل مقصود أو غير مقصود، هذا موضوع آخر، اللي يمكن هذوك الناس من أنهم يرفعوا الدعاوي. وفعلا في عدد من الدعاوي كاين المؤسسات اللي تنسنا تدخل ديالها وداروا تدخل غير الخصومه، واسترجعنا بعض الاموال اللي كانت هي اما موضوع اداء ولا موضوع اتفاقيات، وابغيت احكام اللي كانت صدرت وشافت جميع مراحل التقاعد. هذه المعضله اللي انا كنسميها كونسير، هذا سرطان ينقر الجماعه على الشهد ديال الاعتداء المادي، لان الناس اللي كيرفعوا تعاون الجماعه كنتكلم عليهم بدون جامعه هادو عاديين للوطنية والمواطنة، هادو ناس كتبان لهم جامعة سهلة غيجي يديو لها فلوس وصافي، هادشي واش يمكن لينا نولفوا هادشي في واحد الفترة معينة ما نعرف، إنما هادشي كاين، ولكن اللي لاحظنا هو كاين واحد التراجع لدرجة أن الحكم كاين بعض الناس اللي عندهم أحكام لفائدتهم وتنازلوا عنها، وقد بدلنا الوصول هادشي عدد من المجهودات ونقصوها كما يلزم. مشكورين السيدات والسادة أعضاء المجلس، أنا دائما صادفنا منذ بداية هذه الولاية على مضاعفة المبلغ المخصص لتنفيذ الأحكام بشكل غير مسبوق.